لا 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 لا، ده كتير اللي عمله الحاج ابو القاسم مع وهبي وعيلته. ولا كتير ولا حاجه، هما العزايزك دي ولا انت تايه عنيهم؟ لسه برضه لسه يا ولدي، في ناس كده ما تقدرش تتغير مع الزمن. بالك زمان ايام المرحوم سلطان بيه لما كان في عزه يعني، وما كانش حد يقدر يهوب نواحيه، انا الوحيد اللي كنت اروح له في اي وقت واقعد معاه زي ما انا عاوز، لكن ما كنتش اعملها الا لو هو عازني وبعت لي، وكانت تبقى القعده على كد الحاجه لحد ما الناس كانت تستعجب. طبعا يابا، ما انت طول عمرك حافظ مركزك. مش كده وبس، لاني كنت خابر طابع العزايزه، لو رخصت نفسي كان سلطان بيه هيتفرعن عليا زي ما بيتفرعن على غيري، ولحد دلوقت انا مع ولده رفيع بيه زي ما كنت مع ابوه سلطان بيه. الجواب على قد السؤال والقعدة على قد الحاجة. ايوه يابا، بس في فرق، رفيع بيه حاجة تانية خالص غير ابوه والعزايزة كلهم. نانونا بيه وقدري ساير زمنه، لكن في الآخر ما يفرقش، طب العزايزة كلهم واحد. طب وفارس؟ فارس ده كانه مش منيهم واصل، كان ابوه مجلعه وما ترباش عنديهم، كل وقته كان في مصر. فعلا يابا، لما كنا في الجامعة ما كانش يعدي أسبوع إلا ويجي يزورني من نفسه كده. مش قلت لك؟ إنما قول لي يابا، إيه حكاية وهبي؟ العز والأبة هدول منين؟ يرزق من يشاء بغير حساب يا ولدي. ونعم بالله، بس يعني صحيح الكلام اللي بيقولوه عليه؟ دع الخلق الخلق يا ولدي، احنا كنا شفنا حاجة. ايوه يابا، بس برضو مفيش دخان من غير نار، وكمان ما بعض الظن يثم. جنابك مش هتطلع تنعس. روح انعس انت ان كنت عاوز، انا قاعد شوية. انعس كيف بس، وهملك لحالك ليه؟ عفريت هيخطفني. لا ما قصديش. ممكن تعوز حاجة؟ ما عاوزش حاجة، فارقني. تصبح على خير. اسمع افندي بجنابك، انت خابر داود؟ داود مين؟ احنا نعرف كم واحد اسمه داود. فيه داود؟ ايوه داود الاعرج. خابر جنابك، تروح له في السر وتقول له ان انا عاوز اجي لي بكره عشيه. يجد جنابك فين؟ هنا؟ هنا لما ياخدك. كيف ياجي هنا؟ احنا ناقصين شبهه. امال ياجي فين بس؟ ما اعرفش فين. ايوه فهمت. الحمد لله انك فهمت. غور يلا. تصبح على خير. بقول لك ايه؟ واحد يوعالك معاه.